خلال متابعته جهود منظومة الشكاوى، مدبولي يؤكد حرص الدولة على تيسير سبل تواصل المواطن مع الحكومة. تحليق مكثف لمقاتلات الجيش السوداني في الخرطوم وقواته تتقدم في أجزاء واسعة من أم درمان. واشنطن تقول إن الهجوم الأوكراني المضاد أبطأ من المتوقع، وموسكو تعتبر تزويد كييف بقنابل عنقودية خطوة يائسة. نشرة أخبار الساعة، أهلا بكم. أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء حرص الدولة على تكثيف العمل من أجل تيسير سبل تواصل المواطن مع الحكومة ومضاعفة الجهود المبذولة في تلقي أسباب شكاوى واستغاثات المواطنين ورصدها ومعالجتها، وكذلك تحقيق أفضل استجابات ممكنة لها بالتنسيق مع الجهات المعنية، ما من شأنه توطيد جسور الثقة بين الحكومة والمواطنين. جاء ذلك خلال متابعة رئيس الوزراء لجهود منظومة الشكاوى الحكومية خلال يونيو المنقضي. كانت منظمة الشكاوى قد تلقت نحو 108,000 شكوى وطلب استغاثة خلال الشهر الماضي، وتم توجيه 86,000 منها لجهات الاختصاص المرتبطة بالمنظومة إلكترونيا وفقا لضوابط الفحص. أعلن وزير التنمية المحلية هشام أمنة عن بدء المحافظات اليوم في تنفيذ المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة 21 لإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة والأراضي الزراعية، وتستمر حتى يوم 28 من نفس الشهر تنفيذا لتوصيات لجنة استرداد أراضي الدولة. وشدد وزير التنمية المحلية على تكثيف الحملات التي تنفذها الأجهزة التنفيذية بالمحافظات للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة. تلقى وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار تقريرا مفصلا عن خدمات المبادرات الصحية الرئاسية والقوافل الطبية وعيادات تنظيم الأسرة والصحة النفسية وحملات التوعية التي قدمتها حملة 100 يوم صحة للمواطنين. وبلغت إجمالي الخدمات التي قدمتها الحملة أو حملة 100 يوم صحة أمس فقط 187,579 خدمة، بينها 7,577 خدمة ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة. قدمت خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديث الولادة قدمت ل 461 طفلا، بينما قدمت 26,322 خدمة ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي. أعلنت وزارة الداخلية أنها طرحت عبوات غذائية بأسعار مخفضة تصل إلى 50% عن مثيلتها بالأسواق بالمناطق الأكثر احتياجا بكافة محافظات مصر. استمرارا لدور وزارة الداخلية الفاعل في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، أعدت منظومة أمان عبوات غذائية تحتوي على سلع ذات جودة عالية لطرحها للمواطنين بالمناطق الحضرية الجديدة والمناطق الأكثر احتياجا بنسبة تخفيضات تصل إلى 50%. يا مصر اللي شمسك لا يمكن تغيب، أنا جنبك تملي ومنك قريب، أنا بجيلك عينيا وقد المسؤولية، وشرطة شعب إحنا إيدنا واحدة على الغريب. المنتج ده اسعاره يعني مش موجوده في حته تانيه، ده حقيقي، وخدت اللي انا عايزه كله. فعلا شامل حاجات كويسه وحاجات اساسيه وجودتها كويسه وسعرها كويس. الصناف كلها متاحه باسعار طبعا مختلفه عن الاسعار بره بالنسبه للسوق، المنتجات كلها موجوده وباسعار اقل. بشكر سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذه المبادره. وعيشي حره يا بلادي في كل الازمنه، ووقت لما تحتاجينا.
كما تطرح المنظومة هذه العبوات عبر منافذ متحركة، وهي سيارات تتوجه بها إلى الشوارع والميادين لضمان استفادة المواطنين من التخفيضات بأماكن كثيرة على مستوى الجمهورية من خلال 1026 منفذا ثابتا ومتحركا تابعا لها على مستوى الجمهورية وموضحة على موقع الوزارة على الإنترنت، وهو ما يأتي استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية في المساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية. يا مصر اللي شمسك لا يمكن تغيب، أنا جنبك تملي ومنك قريب، هندي لك عينيا وأدي المسؤولية، وشرطة شعب إحنا إيدنا واحدة على الغريب. في كل جيل بطل تملي شايل اسمها، وكل ليل بيجي بعد منه فجر هادي كان زمان. مبادرة جميلة ممتازة، وفرت للناس كتير، يعتبر الحاجة اللي معروضة بأقل من نص الثمن كمان. بنشكر الرئيس على إن هو بيهتم بالناس الغلابة. ربنا يخليكم لنا وتحيا مصر. هكذا تسعى وزارة الداخلية إلى تحقيق التكافل الاجتماعي من خلال المساهمات الاجتماعية والمبادرات الإنسانية وتوفير احتياجاتهم بأقل تكلفة ممكنة. يا مصر ياللي شمسك لا يمكن تغيب، أنا جنبك تملي ومنك قريب، أنا أديلك عينيا وأدي المسؤولية، وشرطة شعب إحنا إيدنا واحدة على الغريب. في كل جيل بطل تملي شايل اسمها، وكل ليل بيجي بعد منه فجر هادي كان زمان، وبلدي التاريخ من بعدها، وكلنا مؤمنين بحبها من سنين. في كل جيل بطل تملي شايل اسمها، وكل ليل. نشكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على مبادرة كلنا واحد، ونشكر سيادته لتوفير السلع الغذائية بأسعار رمزية في محافظة شمال سيناء. تحيا مصر. 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 أعلنت البعثة الطبية المصرية للحج أنها قدمت خدماتها العلاجية والوقائية لأكثر من 25 ألف حاج مصري منذ بدء موسم الحج. بعد أدائهم الفريضة بأماكن إقامتهم، تتواجد عيادات البعثة الطبية المصرية بمكة المكرمة والمدينة المنورة لتقديم أوجه الرعاية الطبية للحجاج المصريين على مدار الساعة لتوفير أجواء روحانية لتلك الرحلة المقدسة. استنفر البعثة الطبية أطقمها الطبية لمرافقة الحجاج في كل مكان هو موجودين فيه. احنا بلغ عدد المترددين حتى الآن على العيادات الخارجية من الحجاج المصريين 25,000 مستفيد، موجود في المستشفيات السعودية حاليا 32 حالة بيتم متابعتهم على مدار الساعة من فريق طبي من البعثة الطبية مرتين يوميا، وبلغ عدد حالات الغسيل الكلوي 8 حالات. الحجاج المصريين اللي استفادوا من جلسات التوعية من فرق الطب الوقائي بلغ حتى الآن 39 ألف حاج لتوعية الحجاج للوقاية من ضربات الشمس والأمراض المعدية. معظم الحالات اللي جت بعد أداء مناسك الحج كانت معظمها نزلات برد واحتقان بالزور وتكسير بالعضلات وألام بالعضلات. الحمد لله الأدوية متوفرة والأطباء بيقوموا بالخدمات على أكمل وجه وتقديم الخدمة الحجاج على مدار الساعة. احنا مستمرين مع الحجاج ان شاء الله الى ان يغادر اخر حاج مكة المكرمة باذن الله. كانت الادوية متوفرة، ادوية نزلات البرد الشائعة في نزلات البرد الشائعة دلوقتي في الفترة اللي احنا فيها، سواء من ادوية خافض حرارة او مضادات حيوية او مسكنات الام، كل الادوية متوفرة. 39 الف حاج تم توعيتهم من خلال اكثر من 1300 ندوة توعوية في كيفية الوقاية من الامراض المعدية ومن انتشارها منذ وصولهم الى الاراضي المقدسة. وحتى الان احنا عندنا محورين دلوقتي، المحور الاول هو متابعة الاجهاد الحراري وارتفاع درجة الحرارة اللي موجودة هنا في المملكة، فاحنا شغالين مع الناس طبقا للتوصية اللي موجودة من وزارة الحج والعمرة هنا والبعثة الطبية المصرية ان احنا الناس تصلي في المساجد القريبة من الحرم، مش لازم تعمل على نفسها مجهود وتروح الحرم وتصلي في الشمس لان ده بيعرضها لضربات الشمس والاجهاد الحراري، واحنا في غنى عن الكلام ده. عندنا في استبيان في الحجر الصحي في المطار للحجاج القادمين، بنشوف ايه اللي مروا بيه من اعراض او اذا مروا بيهم اي امراض معديه او اعراض مرت عليهم. ضيوف الرحمن من الحجاج المصريين اثنوا على الخدمه العلاجيه التي قدمت لهم سائلين الله القبول. فصوتي راح والكحه وكده، فجيت للدكتوره، الدكتوره كشفت عليا تمام زي الفل، والصيدلي اداني العلاج زي الفل والامور زي الفل الحمد لله.
جيت كشفت، كنت تعبانة في صدري، جيت كشفت كشفولي وجو وادوني الروشتة وكتبوا لي العلاج. يعني جابوني هنا ناخد جلسة اكسجين والحمد لله احسن يعني. من جيت هنا الدواء اتغير والعادي عايز علاج تاني، نوع تاني جابوهولي، معاملة جيدة جدا، ناس كويسة يعني، استقبال كويس ومعاملة كويسة يعني صراحة، ربنا يبارك فيهم جميعا. جهود مضنية تبذلها كوادر البعثة الطبية بمكة المكرمة والمدينة المنورة لتوفير خدمات علاجية تصل لمستوى الرقي لضيوف الرحمن أينما كانوا. محمد حلمي، النيل. أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي على تبني مؤسسات صناع الخير إحدى كيانات التحالف الوطني. الطالبة ندى عبد الباقي ابنة محافظة بورسعيد الحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية في التعليم التجاري، وكذلك الطالبة سعاد مصطفى الملقبة بزويل الفيوم صاحبة ابتكار الثلاجة المتنقلة الموفرة للطاقة وإهدائهن منحا دراسية كاملة طوال فترة دراستهن وحتى استكمال الدراسات العليا. وأوضح التحالف في بيان أن ذلك يأتي في إطار مبادرة تكافؤ لدعم طلاب الجامعات النابغين من غير القادرين وتشجيعهم على استمرار تفوقهم بمنح دراسية تغطي قيمة المصروفات الدراسية لهم. اعتقلت اليوم قوات الاحتلال الإسرائيلي 4 فلسطينيين من مدينة القدس المحتلة ومحافظة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة. وأضافت مصادر أمنية فلسطينية أنه جرى اعتقال شابين من بلدتي سلواد والمغيرة شرق رام الله، في حين اعتقلت قوات الاحتلال شقيقين من بلدة بدو الواقعة خارج جدار الفصل العنصري في مدينة القدس المحتلة، وذلك بعد مداهمة منزليهما. وتشهد قرى وبلدات محافظة رام الله في الآونة الأخيرة اقتحامات وعدوانا من قبل المستوطنين الإسرائيليين الذين يحاولون إقامة بؤر استيطانية جديدة بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأمر الذي يفجر مواجهات يسقط خلالها العديد من الشهداء. شنت قوات الدعم السريع هجوما عنيفا سيطرت فيه على بنوك ومنشآت حكومية في مدينة بارا الواقعة بولاية شمال كردفان السودانية والتي تبعد 50 كيلو مترا شمال شرق مدينة الأبيض عاصمة الولاية. يذكر أن القتال العنيف بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع تسبب بمقتل أكثر من 2800 شخص. تطورات متسارعة تنبئ بأن الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع قد يستمر لفترة أطول مما يأمله السودانيون أنفسهم. فمع اتساع خريطة الصراع بين الأطراف المتناحرة والتي امتدت في الأيام الأخيرة إلى مناطق جديدة أهمها مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان لتنضم للخرطوم وأم درمان، انتقل الصراع إلى الفصل الأعنف والذي استخدم فيه مزيج من القصف المدفعي والجوي بالطائرات الحربية والمسيرة. اشتباكات عنيفة دارت في محيط سوق المدينة، الأمر الذي دفع آلافا آخرين للنزوح غربا، وذلك بعد أن هاجمت قوات الدعم السريع مدينة بارا في ولاية شمال كردفان وارتكبت أعمال سلب ونهب للبنوك والمنشآت الحكومية وسيطرت على طريق بارا الأبيض. وبينما يعلن الجيش السوداني حالة الاستنفار والتعبئة في الخرطوم بحري وأم درمان التي تشهد على مدار 3 أيام قصفا متواصلا وسماع دوي انفجارات أسفر عن سقوط ضحايا من المدنيين، انتقال الصراع من المناطق العسكرية إلى المناطق السكنية في العاصمة وجنوب وشمال كردفان فضلا عن دارفور والنيل الأزرق يرسم وضعا ضبابيا لإحلال السلام في البلاد.
وبحسب مراقبين فإن فرضية استمرار الصراع لفترة أطول هو الاحتمال الغالب على المشهد في السودان، على الرغم من دعوة حركة تحرير السودان حركات ناشطة محليا بجمع كافة المبادرات الرامية إلى وقف الحرب في السودان إلى مبادرة وطنية واحدة تبدأ بوقف إطلاق النار وتشكيل حكومة تصريف أعمال. نجحت قوات حفظ السلام الإفريقية في تصفية عنصرين من الميليشيات الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة بمحافظة شبيل السفلى جنوبي الصومالة. وأكد المتحدث باسم القوات الإفريقية العقيد عبد الله حسن غنلي مقتل عنصرين من الميليشيات الإرهابية حاول شن هجوم في منطقة بلد الأمين التابعة لمحافظة شبيلي، مشيرا إلى أن القوات الإفريقية استولت على الأسلحة والتي كانت في حوزة الإرهابيين. قتل اليوم 6 أشخاص وأصيب 5 آخرين بجراح في ليمان شرق أوكرانيا بعدما تم قصف المدينة بصواريخ روسية. كما سجلت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية 36 اشتباكا بين عناصر الجيش الأوكراني والقوات الروسية. وذكرت الهيئة في بيان لها أن القوات الأوكرانية اشتبكت مع القوات الروسية في ليمان وبخمود وأفيديفكا ومارينيكا وكوبيانسك، حيث يركز الروس جهودهم العسكرية هناك. وأوضحت أن القوات الجوية الأوكرانية شنت 7 غارات جوية على مواقع ارتكاز القوات الروسية و4 غارات على أنظمة صواريخ مضادة للطائرات. لقى قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن تزويد أوكرانيا بالذخائر العنقودية إدانات واسعة. وقال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة إن القرار الأمريكي جاء بدافع اليأس، وأن هذه الخطوة لن تؤثر على عزم روسيا على تحقيق أهداف عملياتها العسكرية الخاصة. يبدو أن العالم بات على حافة الهوية بسبب التطور النوعي في الأسلحة المقدمة لأوكرانيا في مقابل موسكو، ما يثير غضب الدب الروسي. قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن تزويد أوكرانيا بالقنابل العنقودية لاقى إدانات دولية واسعة من جانب منظمات حقوقية لواشنطن. أحد أعضاء الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه بايدن وصف القرار بأنه خطأ فادح وجسيم، وأضاف أن القنابل العنقودية محرمة دوليا من جانب نحو 120 دولة بسبب قوتها التدميرية العالية، حيث ان انفجار القنبلة العنقودية ينتج عنه انفجار اعداد ضخمة من القنابل الاصغر والتي تنتشر في مساحات واسعة، ما يتسبب في وقوع العديد من الضحايا بشكل عشوائي. ومما يزيد من خطورة تلك النوعية من القنابل انها لا تنفجر الى حين ترتطم بالارض او بجسم صلب، وفي حالة عدم انفجارها تمثل خطورة شديدة على المدنيين لسنوات طويلة قد تستمر لعقود وعقود بعد انتهاء الصراع. وتعتبر الذخائر العنقودية من الأسلحة المحظورة بموجب اتفاقية دولية صدقت عليها 123 دولة باستثناء الولايات المتحدة وأوكرانيا. وأتى القرار الذي أكد رئيس الأمريكي جو بايدن أن اتخاذه كان صعبا للغاية في وقت تعاني قوات كييف للتقدم ميدانية في هجوم مضاد أطلقته قبل شهر لاستعادة أراض تسيطر عليها روسيا في شرق أوكرانيا وجنوبها. روسيا، وعلى لسان سفيرها في واشنطن أناتولي أنتونوف، قال إن القرار الأمريكي جاء بدفع اليأس، مؤكدا أن هذه الخطوة لن تؤثر على عزم روسيا على تحقيق أهداف عملياتها العسكرية الخاصة. السفير الروسي بواشنطن قال إن المستوى الحالي للاستفزازات الأمريكية خارج المخططات بالفعل، مما يجعل البشرية أقرب إلى حرب عالمية جديدة. أدانت الأمم المتحدة الخسائر في صفوف المدنيين بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا والذي بدأ قبل 500 يوم. وقالت بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا إن أكثر من 9000 مدني بينهم 500 طفل قتلوا منذ بدء الغزو الروسي في 24 من فبراير 2022،
على الرغم من أن مسؤولي الأمم المتحدة صرحوا في السابق أن العدد الفعلي أكبر بكثير على الأرجح، وأشار مراقبون إلى أن متوسط عدد القتلى هذا العام أقل مما كان عليه في 2022، لكنه بدأ بالارتفاع مجددا في مايو ويونيو، وأكدوا تواصل إلحاق خسائر مروعة بالمدنيين الأوكرانيين. التقى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلانسكي في اسطنبول نظيره التركي رجب طيب أردوغان لحشد الدعم لانضمام بلاده إلى الحلف الأطلسي. زيارة زيلانسكي لتركيا هي المحطة الأخيرة ضمن جولة دولية قام بها بهدف الحصول على مزيد من الأسلحة الغربية ودعم مساعي كييف للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي. عشية مرور 500 يوم على بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، التقى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلانسكي في اسطنبول نظيره التركي رجب طيب أردوغان لحشد الدعم لانضمام بلاده إلى الحلف الأطلسي. محادثات زيلانسكي مع أردوغان تتركز على اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية الذي أبرم في يوليو عام 2022 برعاية الأمم المتحدة وتركيا، وترى روسيا أن لا سبب لتمديده عند انتهائه في 17 من يوليو، كما سيتم بحث قمة حلف الأطلسي المقرر عقدها في فيلنيوس. ويسعى زيلانسكي خلال زيارته لإقناع أردوغان برفع الفيتو الذي وضعته أنقرة على انضمام السويد إلى الحلف الأطلسي، آملا في أن تفتح الزيارة آفاقا جديدة بين البلدين وتسهم في حلحلة الأزمة الأوكرانية. زيارة زيلانسكي لتركيا هي المحطة الأخيرة ضمن جولة دولية قام بها بهدف الحصول على مزيد من الأسلحة الغربية ودعم مساعي كييف للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، علما أنها أول زيارة يقوم بها لهذا البلد منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير 2022. بدوره أعلن الأمين العام لحلف الأطلسي يانس ستولتنبرغ أن قادة دول الناتو 31 سيعيدون التأكيد على أن أوكرانيا ستصبح عضوا في حلف شمال الأطلسي وسيتحدون حول طريقة تقريب أوكرانيا من هدفها دون أن يوضح الصيغة التي سيتم الاتفاق عليها. كان زيلانسكي قد قام بجولة زار خلالها عدة دول شملت سلوفاكيا وجمهورية تشيكيا وبلغاريا قبيل اسطنبول، حض خلالها الغربيين مجددا على إمداده بأسلحة بعيدة المدى محذرا من أن عدم توفيرها يبطئ الهجوم المضاد على القوات الروسية الذي بشرته القوات الأوكرانية منذ شهر. قالت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة إن مشروع الأساتذة يمثل بداية انطلاقة قوية لإعادة صياغة تراثنا الموسيقي بأساليب عصرية متجددة بصورة تناسب إيقاع العصر مع الاحتفاظ بالهوية الفنية الأصيلة. وخلال الحفل تغنى النجم مدحت صالح بمختارات من أعمال كبار الملحنين المصريين والعرب منهم محمد عبد الوهاب ومحمد فوزي ورياض الصبر. في سهرة فنية من أجمل السهرات التي احتضنتها دار الأوبرا المصرية وشهدت حضورا جماهيريا غير مسبوق ومن كافة الأعمار، انطلقت أولى حفلات مشروع الأساتذة الذي تتبناه دار الأوبرا المصرية بالتعاون مع الفنان مدحت صالح. يكون بداية لمجموعة من الحفلات، الحفلات دي عبارة عن إحياء للتراث الموسيقي المصري بشكل معاصر. النهاردة هيفتتحوا الفنان مدحت صالح، هيقدم أول حفلة، وبعد كده هيكون في مجموعة من المطربين المعروفين في الأوبرا والمشاركين قبل كده في حفلات نجوم أو مواهب جديدة هتظهر، وهيكون في حفلة كل شهر بسلسلة حفلات الأساتذة.
ومن ألحان الأخوين رحباني لفيروز شد الفنان مدحت صالح بشط اسكندرية، ولكن بتوزيع جديد جذب الجمهور وحافظ في نفس الوقت على اللحن الرائع. عندنا تراث مهم جدا من زمن الفن الجميل، عندنا ألحان وملحنين عظماء. إعادة الصياغة الأوركسترالية للأعمال دي مهمة جدا، إن الأجيال الجديدة تتناول الألحان دي والموسيقى المصرية الحقيقية بشكل يليق بيها. مدحت صالح اختار ألحان مصرية قديمة من تراثنا كلنا بنحبها، حتى الصغيرين بيحبوها. أعاد صياغة توزيعها بأشكال تناسب الأوركسترا، بحيث أنه لو راح في أي حتة في العالم يقدر بنفس النوى دي ينفذ نفس الأعمال. الموسيقى حلوة جدا واختياره للألحان رائع. بباقة مختارة من أجمل ألحان موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب وبليغ حمدي ورياض السنباطي، شاد الفنان مدحت صالح بمجموعة من أجمل الأغاني التي أمتعت الجمهور في أولى حفلات الأساتذة. هذا المشروع الفني الذي جمع دار الأوبرا المصرية بالفنان مدحت صالح ويهدف إلى إعادة إحياء التراث الموسيقي بطريقة جديدة، ولكن مع الحفاظ على طابعها الفريد. لمياء موافي، النيل. وختاما نذكر بالعناوين. خلال متابعته جهود منظومة الشكاوى، مدبولي يؤكد حرص الدولة على تيسير سبل تواصل المواطن مع الحكومة. تحليق مكثف لمقاتلة الجيش السوداني في الخرطوم، وقواته تتقدم في أجزاء واسعة من أم درمان. واشنطن تقول إن الهجوم الأوكراني المضاد أبطأ من المتوقع، وموسكو تعتبر تزويد كييف بقنابل عنقودية خطوة يائسة. انتهت النشرة، إلى اللقاء.